نبني له مثلا دير مثلا نشوف مثلا رياكت او مثلا ويب باك تولينج او مثلا ويب باك رياكت تولينج نسميها. ندخل داخل هذا الدايركتوري. اكيد قبل كل شيء نعمل جيت انيت حتى نقدر اقدر ارفعها لكم. اوكي فصار عندنا انيشيلايز لها. اوكي نحتاج نعملنا مثلا يا ام بي ام او مثلا يارن انيت داش واي حتى نقدر نسحب الباكجز. اوكي مثل ما تلاحظون حيشوف عندنا مثلا الباكج دوت جيسون. بنفس الوقت عندنا سو نحتاج نعمل مثلا ميك وين كان تاتش. نعمل مثلا خلينا نفتح البروجكت. اوكي هاي عندنا الام بي ام او الباكج دوت جيسون. فانا مثلا نحتاج نعمل له فولدر نسمي مثلا سورس بداخله نخلي اندكس دوت جي اس. اذا نخلينا مثلا كونسول دوت لوج مثلا نكتب رياكت تولينج. اوكي حاليا عندنا هاي الفايل. حتى نبدي بالفيرست ستيب نفتح المتصفح مثلا نروح على ايش كان وانا نروح مثلا رياكت او مثلا ويب باك نروح على موقعهم. فمثل ما تلاحظون بالموقع عندهم بس اغير السكرين لكم ثواني لللايف احاول اعمل زوم حتى تكون واضحه almost يعني so دقيقة. نخلي بها الطريقة. نروح للدوكومنتيشن. اوكي اول ستيب مثلا نحتاج انه احنا ننزل الويب باك نفسه. اوكي فمثل ما تلاحظون الويب باك هي بالنسخة النسخة الخامسة. فلو نروح مثلا ننزل اعتقد عدم الانستاليشن جايد هنا ولا it should be somewhere anyway so نحتاج ننزل الباكيج. نروح هنا ونكتب yarn add dash webpack والwebpack CLI. طبعا نحتاج هاي الباكيجين واحدة منها هي ال هي اللي تعمل بالباندلينج يعني تاخذ الفايلز اللي عندنا كلها وتحولها على سنجل فايل اللي هي الباندل فايل او مثلا البيلد فايل. والثاني تخلي مثلا نعمل نتعامل على الويب باك بطريقه السي ال اي كومنتس. فانا مثلا سوري نروح على ايش كان اسمها البروجكت اسمها الويب باك تولينج بالضبط. نعمل يارن اد نزل الباكجين الاثنين اوكي سو نعمل هاي هنا حتى بس اعمل الزوم لكم وتكون واضحة. سو بما انه نزلنا الباكجز الاثنين ايش نحتاج؟ نحتاج ايش نحتاج؟ سو نحتاج نجهز config file للويب باك. فالويب باك حتى تشتغل تاخذ الكود بيس اللي عندنا وتعملها باندلنج وتعطينا مثلا فايل سنجل فايل او مثلا الابلكيشن اللي هي مثلا الباندل فايل فيحتاج يكون عندنا كونفيج فايل. فعندنا مثلا يكون ويب باك دوت كونفيج دوت جي اس بداخل هاي مثلا
نحتاج عدة أمور. نحتاج نعطي الانتري باث، يعني نخبر الويب باك إنه تبدأ من هاي الفايل وتأخذ كلها، كل الفايلات الموجودة بالابليكيشن، وتخليها بداخل هذا الاوتبوت دايركتوري. فلو نروح الاعدادات نشوف الويب باك عندنا الانتري، فنحتاج نعمل بهاي الطريقة model dot نعمل زوم export، بعدين نحدد الانتري بوينت. فاحنا ما نريد نكتبه مانوال، نريد نحدد الابسولوت باث. فالابسولوت باث كيف نقدر نحصلنا؟ نكتب مثلا const، نستخدم الباث من الموجودة بالنوت البيلت ان باكجز، بعدين نجي نكتب model.export اوكي، ونحدد الانتري بوينت للويب باك. اوكي ايش هو الانتري بوينت؟ هاي الباث. فنجي نكتب هنا مثلا مثلا نكتب main يكون path dot resolve. هذا الباث dot resolve ياخذ نعطيه dir name، معناته اخذ الدايركتري الكورنت دايركتري الروت، وابدي من الروت جيب الفايل. مثلا نحدد كوما نخلي هنا ونكتب مثلا crc والindex dot js. فمعناته ايش يصير؟ الباث حيكون الكورنت البروجكت اللي عندنا هي الويب باك رياكت تولينج، بعدين من السي ار سي داخل اجيب الاندكس دوت جي اس فايل. تمام، بعدين نيجي نحدد الاوتبوت. الاوتبوت الغرض منها الويب باك من تاخذ كل الكود بيس اللي عندنا وتعملها باندل حتى تعطينا سنجل فايل، فنحتاج نعطي اوتبوت حتى يعمل رايت بالديستنيشن اللي نريده. فنجي ناخذ هاي الاوتبوت الموجوده مثل ما تشوفون، ناخذها كوبي اوكي. فانا ايش ده يصير؟ ياخذ الاوتبوت، نعطي نفس الباث ريزولف، ولكن هنا نقدر نحدد مثلا اخذ الديست من الكورنت دير اوكي. بعدين ننطي الفايل نيم. طبعا الفايل نيم سواء نكتبها مانوالي مثلا نكتب ماي فيرست ويب باك، او نكتب مثلا بيلد ويب باك، او مثلا يعني وات ايفر اندكس باندل، ولكن في طريقه بالويب باك انت مثلا نيم داخل البراكتس دوت باندل دوت جي اس. هاي باندل نكتبها حتى يكون مفهوم. النيم غرض من ايش يصير؟ الويب باك من ياخذ الكود بيس حتى تحولها سنجل فايل، ايش يصير؟ ياخذ هذا النيم الموجود المين، يعمل ريبليس مع النيم موجودنا، فيصير فتصير main.bundle.js اوكي. فهاي هي البيس كونفيجريشن للويب باك. فانا لو اخزنها لهذا تمام، وافتح الكورنت دايركتري حتى نشوف اوكي. قبل كل هذا نجي نروح على الباكج دوت جيسون، نكتب السكريبتس عندنا سكريبتس. بداخل هاي السكريبتس ننطي مثلا بيلت اوكي، نكتب هنا ويب باك. فهنا يجي دور الويب باك السي ال اي اللي عملها انستول. فالويب باك سي ال اي من نكتب يارم بيل او ام بي ام ران بيلت، ايش يصير؟ الويب باك سي ال اي تتنفذ، تروح من داخل ام بي ام مودلز تعملها الاكسكيوت، بعدين الويب باك نفسه تشتغل. فلو انا اخزن هذا اجي انا اكتب يارن بيلد، اعتقد الستريم شغال شغال، اعمل يارن بيلد، ايش حيصير؟ حنلاحظ ايش يصير؟ خلينا نشوف. حنشوف الويب باك بيلد سكسسفولي، اخذ الاسيت المين دوت بانل دوت جي اس اوكي، وهذا عندنا السورس اوكي. بعدين ان عمليه كومبايل سكسسفلي. فلو انا اجي هنا واعمل ريفرش حشوف عندي فولدر جديد اسمه ديست اوكي. داخل هذا الديست انا عندي main.bundle.js، فحشوف هنا الكونسول لوج. طبعا ما عمل شيء لان فقط انه اخذنا الفايل عملناها باندل، ان لفيناها يعني عملنا اكستراكت للسنجل فايل، لا استخدمنا بابل ولا اي كومبايلر حتى ياخذ الكود ويغيرها، يعني يعمل convert للsyntax تبع حتى تكون شغالة بجميع المتصفحات أو most يعني ال devices. فهاي هي المين setup للwebpack.